طيب عندنا تقرير عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات. تعرفين أن وزارة التعليم العالي كانت أعلنت أول امبارح أن المرحلة الأولى اللي حددوا أرقامها ودرجاتها ونسبها المئوية كانت هتبدأ النهاردة الخميس وصولا إلى يوم الاثنين القادم، وبعد كده المرحلة الثانية. كاميرا الحياة اليوم النهاردة كانت موجودة مع أبنائنا الطلبة اللي راحوا يقدموا في اليوم الأول للتنسيق، وشفنا أفراحهم وكمان رصدنا بعض المعاناة في نظام التنسيق. لمدة 5 أيام بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في تلقي وتسجيل رغبات الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق، والبالغ عددهم 127413 طالبا وطالبة، منهم أكثر من 26000 بشعبة العلوم، وأكثر من 19000 بالهندسة، وأكثر من 80000 بالقسم الأدبي. بعد ما باخد منه، بعد هما بيكتب في الصفحة الأولى رقم الجلوس ورقم السر والحوار ده كله، بيتفعل بيفتح له كراسة الرغبات بتاعته، وكرات الرغبات اختلفت عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت 48 رغبه، السنه دي بقوا 60، يعني زودوا 12 رغبه زياده، لكن 12 رغبه ما فيش يعني مش في حاجه جديده، لا هم فتحوا لهم اقسام جديده فيها. يعني معامل التنسيق بالجامعات شهدت اقبالا من الطلاب الذين اثنوا على خدمه النظام الالكترونيه والتي يسرت عليهم كثيرا، سواء بالتسجيل في معامل الكليات او الحاسب الالي الشخصي. النظام الالكتروني كويس، اللي هو وفر المشاوير بحيث حتى ممكن انت تعمله في البيت وكده، واللي هي ان انت تعمله على الكمبيوتر احسن من ان انت تكتب ورق، وبيوفر وبيمنع الاخطاء، بيقلل الاخطاء كتير. التنسيق بتاعه كويس، المراحل بتاعته الترتيب وكده كويس، بس المشكله النت بيبقى بطيء ساعات، بيبقى في حاجات ممكن الصفحه تتعاد مره تانية. يعني انا سجلت كذا مره لحد ما خلصت. انا سجلت الرغبات في المنزل، بس الطباعه وقفت على الطباعه البرنت، فانا جيت معمل كليه هندسه عشان اسجل فيها، وهنا الخدمات كويسه جدا والمعمل كويس جدا، بيوفر خدمات جليله جدا. جاء الحد الادنى للعلوم ب 396 درجه بنسبه 96.6%، وللرياضيات ب 380 درجة بنسبة 92.7%، و 328 درجة بنسبة 80% للأدبي. بإبداء الطلاب رغباتهم للالتحاق بكليات يحلمون بها، لكن يأتي التنسيق ليختار لهم مصيرهم ويفرض عليهم مستقبلهم، فما هي إلا آلية معتادة للتعليم في مصر. أحمد غنيم، الحياة اليوم.